اللبناني ما اعرف كيف يعني عنده عصا سحريه ما اعرف شنو كيف انه تتاقلمون مع الوضع بصراحه. لو غير بلد تعرض لربع هاي الازمه كان انهار وانتهى. مثلما رمى موسم الشتاء هموما على اكتاف مواطنيه بما خص ازمه التدفئه وغلاء المحروقات والحطب، ها هو فصل الصيف يرخي هموما اكبر، فالشوب والحراره العاليه مش مقدور عليهم، على عكس الشتاء الكبيره تلبس حتى تتدفى، بس بالصيفيه شو بدنا نعمل؟ هكذا يعبر المواطنون عن خشيتهم من حراره الصيف العاليه، فالمروحه بدها كهرباء والاي سي طرف لا يتمتع به الجميع. يعني لا كهرباء ولا ماي ولا شحار، ما في بدك تروحي تدفعي للماي، كنا ب 150 صرنا بالملايين، كهرباء صرنا بالملايين، اي سي ما عاد فينا نبورد حالنا ولا شيء ولا شيء، تحممي يا اختي وقعدي بوردي. كرتوني ما في لا شغل لا شغله ولا عندي. شافت كرتوني مهوي فيها وخلص. بدي بورد على السطح، لا في كهرباء ولا اي سي ولا مروحه، ما لنا غير السطح. ببلد للأسف كهرباء غالي، تكاليف عالية، ما الكل عم يقدر يدفع تكلفة الأيسي. بدها تموت العالم، لا تيجي على البحر بتحترق. بدنا نرجع لأيام اليدوي، لأنه ما بقى في شيء بينحمل بالنسبة للمصاريف اللي عم بتصير، حتى لو كان كهرباء الدولة. أما فاتورة المولدات الكهربائية فحدث ولا حرج، بالفرش دولار بأيام اللولو تتجاوز في بعض الأحيان الحد الأدنى للأجور بأضعاف. كيف هلأ؟ مع ضرورة اللجوء لوسائل التبريد وصعوبة الاستغناء عن الثلاجات والبرادات. نحن اللبنانيين عم ننام على الشارع، لا فينا كهرباء ولا ماي ولا ساتلايت ولا إنترنت، ما في شيء، ما قادرين نعمل شيء. احلى شباب ما عم بيقدروا يشتغلوا، لا بيوصفونا، وضرائب كلياتها بكل يوم بيطلعوا لك ضريبه وفاتوره ضريبه وفاتوره. بتضايق من محل واحد بسد مالي بيطفي بمحل بيرجع بيدور، هيك بده عيش. هلا الفقير ما بيسال عن اي سي، بهمه البراد، عرفتي؟ فبوطي الامبيرات ل 2 امبير مثلا. اللي ما معه شو بده يعمل؟ بده يرجلش حاله ولا يقوم من النوم؟ ما بعرف، بفتكر حيوصل لنقطه يستغنوا عن اشياء ما بدي اسميها كماليات، بس هي صارت كماليات، هي كانت اساسيات، يعني مثل المي الكهرباء هو مش كماليات بحي لها مجتمع، بس نحن بمجتمعنا صارت كماليات. اللي بيقولوا كنا رح نتجوز، يكون عندك بيت، لا هلا عندك اشتراك، هذا اهم شيء صار بالحياه. يرجعوا يدوروا على السمعه احلى لون هيك قولك؟ ايه، ويجيبوا قد المهوية. المنفس الوحيد المسابح اللي أسعارها صارت ما بترحم، فعائلة واحدة مؤلفة من 5 أشخاص قد يكلفها المشوار معاش وأكثر، أما شواطئ لبنان فمش كلها مطمئنة نظراً لتلوث مياهها وانتشار النفايات على شواطئها. كيف في ناس عم تقبض 10 ملايين 100 دولار بالشهر، يعني هذا كيف بده يدفع مسبح مليون مليون وشوي، غير بده ياكل ويشرب لا مش كل العالم اكيد لا بده يروح على المسابح السهل لشط البلاش، ما في غير هيك بده يروح على شط البلاش، او بده يقعد هو ولاده بالبيت ويجيب لهم بسين بالبيت ويتسبحوا فيه. اذا المسبح الفوتي بس ب 10 دولار ما حيقدر، بس في بوبليك بيتشز ببلاش وبياخذوا اكلاتهم. مين اليوم قادر اذا بده ياخذ 5 مناقيش لاولاده وياخذهم على البحر بده 100 مليون لينزل على البحر بس يسبحوا. امره لله، دبلها بالبيت على الصيحه ومن كان. ناس بتتشمس على السطوح وبيجيبوا بسينات لاولادهم، شو بدهم يعملوا؟ ما في بديل الا انه البحر، الشواطئ ينظفوا الشواطئ تقدر العالم تنزل تقدر تتسلى، لانه اليوم اللي عنده ولدين ثلاثة، اذا كل ولد 10 دولار 30 دولار وانت يوميتك 15 دولار، فكيف بدك تجيبي يومين تقدر تنزلي؟ ما حتزبط. فبقدر ما موسم صيف لبنان واعد بالسياحة والازدهار على فئة معينة من المواطنين، ها هو نار ولعة على الفئة المعطرة منه.